الراجل عارف مصر الكباب يجنن نفسه كل بلد. الحكومه اللي بعديها مش هتنفع، الامن واحد مش هتنفع. سيبوا الحكومه بعديها مش هتنفع، المكان بعديها مش هتنفع، الامن واحد مش هتنفع. لازم الشباب يتجنن، كل الشباب المصري هيتجنن، كل الشباب البلد يحلف بلد. وجهه نظر كويسه، احنا بلد. كل الشباب يقولوا احنا بلد. كلامك صح. البحري الشباب حبوا يخشوا خلف الجمهورية، منحهم من الشباب، لكن في أمن وقوات وغيره، الشباب منحهم من الشباب، بعد كده اتحد مع الجيش. يا ابو علي ابن خبر، يا ابو خبر، هو سعادة المأمور والسيد المباحث والمركز، على فكرة احنا كل اللي يهمنا كمواطنين في المدينة وفي القرى انه نشعر كلنا بالأمن. نعم. هو نفس القوة بتاعة المركز ونفس الافراد ونفس المجموعات، لكن هو ما يتعرض اليه الشارع زي ما سمعنا بره من بعض الزملاء بيقول ان في محلات اتعرضت للسرقه والسفر. بس يا باشا في حته كلها برضه، بس ايه عشان نعرف من الحوار ثواني بس، عشان احنا الغرض من التواجد ده كله بره، الناس عايزه تشعر انه هناك في امن، انه هناك في ناس كما سمعنا من بعض الزملاء الموجودين بره ان في سبب حصل على بعض المحلات التجاريه في داخل المدينه، انه في بعض حصل تحليق على بعض الطرق، انه في مواطن جه داخل المدينه واطلق اعيره ناريه داخل شارع المدينه، وحسب ما اللي انتم قلتوه بره انه ما حدش خد موقف معاه حتى هذه اللحظه، يعني يمكن اثناء التواجد واطلاق العيره الناريه ما كانش في رد فعل، على اساس انه ما يرضاش رد فعل اعنف، فكان هو كان منتظر انه يتعامل عليه قبض بقى ثاني يوم ثالث يوم حتى عشان يبقى فيه. ده بعض الكلمات سعاده الدكتور. يا ابن البلد تعالوا يا ابن يا سعاده الدكتور. يا عم طالع شغلي، عم طالع شغلي وخايف على ولدي. انا هنسمع شغلي على ولدي. طالع شغله خايف على مرض. الرسالة يعني سيادة الرئيس ملحوظة بالنسبة للأفراد اللي نزلوا المرارة. إحنا خفنا على الأبرياء، الشارع عبد المنعم رياض مزدحم بالمرة، أي تعامل هيبقى فيه ضحايا كتير في النص. فإحنا فضلنا الحفاظ على الأفراد وعلى المواطن، في مواطن بريء ممكن يضار في هذا القصة، ممكن يموت في القصة في التعامل. ده شارع مفتوح، لكن انا ليه تصرف معاه، انا ليه تصرف معاه، وفي ترتيب معين معمول، وان شاء الله هتسمعوا خير عن هذا الشخص. لكن ده ترتيب، لانه مجرم حريص ما بيباتش في بيته. راح له باشا هذا الشخص، راح له واخد بالك، تم استهدافه ومراقبته وما بيباتش في البيت حاليا. فحضرتك لو ادتونا فرصة احنا مش هنسيبه، وان شاء الله قريب هتسمعوا خير عنه.
يا اخوانا احنا والله احنا بنهندس مفيش بيننا حاجات مدافعه. حسن بني سويف الاهالي البلطجي اللي تعدى على ضغط الشرطه في بني سويف الاهالي هم اللي ضربوه هم اللي ضربوه ان كل يوم ظابط بيموت ومحدش بيجيب سيره والفضائيات عاوز اسال حضرتك دي مغرضه عاوز اسال حضرتك ان الدوريات ظابط بيموت الفضائيات ما بتجيبش سيره سياده المامور لو سمحت اسمع اسمع واقعه معينه واقعه جانبيه يا اخوانا اسيبكم الكلام المجاملات احنا عاوزين كلام واقع يا اخوانا احنا عاوزين نعمل حاجه ثاني في الدوريات الامنيه اللي هيقوم بيها مركز المراغه في المراغه القراه ليبيه لو سمحتوا بس يا اخوانا كل حاجه يا انا عاوز اديني تليفون اصبر عليا استناني مفيش دوريات تليفون وتقف على الطريق بعد الساعه 6 في الاماكن الخطره ولو لقيت عربيه الشرطه والدوريه بتاعت الشرطه بتصل بيها يعني منطقه خطر يوميا مفيش دوريه هتنزل فيني كفيني يوميا في عربيات بتنزل عايزين الضوضاء عايزين في حاله لها ظروف معينه يا سيادة المأمور ده في حالات انا بتكلم عن حالات معينه احنا كاملين ده لما بشوش انا سامع عبود اثنان ما انت بس سامع عايزكم باك وعايز صلوا على سيادة المأمور احمد دي حالات واقعيه بص يا شيخ احمد